بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، فأقام بقية السنة، فلما استهل المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغزوات الكبار هي غزوة بدر، وهي الأولى، ثم غزوة أحد وهي بعدها بسنة، ثم غزوة الخندق، ثم بعدها غزوات صغيرة، بعدها غزوة حنين، ثم بعدها غزوة خيبر، غزوة تبوك. هذه الغزوات الكبار. وأما السرايا والغزوات الصغيرة فهي كثيرة. كل حياته صلى الله عليه وسلم دعوة وجهاد، كلها دعوة وجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، وغزوة الفتح المعروفة في السنة 8 من الهجرة. نعم. وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، فأقام بقية السنة، فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة ابن خويلد قد سارا في من أطاعهما يدعوان إلى حربه. نعم، طليحة، هذا طليحة الأسدي، وهو الذي ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تاب عن ذلك. نعم. قد سارا في من أطاعهما يدعوان إلى حربه، فبعث أبا سلمة ومعه 150، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا. نعم، غنموا ورجعوا بغنيمتهم إلى المدينة ولم يلقوا حربا. نعم. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد ابن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله ابن أنيس فقتله. نعم، قتله واستراح منه ومن تأليبه. نعم. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، فذكروا أن فيه من عضل قبيلة، اسم قبيلة، والقارة بالتخفيف أيضا اسم قبيلة، سموا بذلك لأنهم بجوار قارة وهي الجبل. نعم. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، فذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث 6 فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثدا فكان ما كان. نعم، في جاءه قوم من عضل والقارة، ذكروا أن فيهم إسلاما وأنهم يحتاجون إلى من يدعوهم ويعلمهم القرآن، فبعث لهم 10 من القراء، في رواية بعث لهم 7 من القراء يعلمونهم، فعدى عليهم من قبائل العرب في الطريق من عدى عليهم وقتلوهم، وأخذوا خبيبا إلى مكة،
ليبيعوه على أهل مكة لأجل أن يثأروا من الذين قتلوا في بدر، فسجنوه ثم أخرجوه وذهبوا به خارج الحرم وقتلوه وصلبوه على جذع، صلبوه على جذع رضي الله تعالى عنه. هذه قصة هؤلاء القراء. نعم. وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة، وهذه أيضا وقعة ثانية للقراء وهي أكبر، لأنه جاءه كبير من كبراء القبائل حول المدينة وطلبوا منه أن يرسل معهم من يدعو إلى الإسلام ويعلم القرآن، فبعث 70 من القراء، بعث لهم 70 من القراء، فبينهم نازلون على بئر يقال لها بئر معونة، إذ هجم عليهم عامر بن الطفيل عدو الله ورسوله ومعه قبيلته، فأحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم، هذه تسمى وقعة القراء، وقعة غزوة الرجيع أو بئر معونة. نعم. وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر. وفي ربيع الأول. نعم. كانت غزوة بني النضير. بني النضير هذا حول المدينة، وهم اليهود، لأن المدينة كان فيها اليهود، كانوا ساكنين فيها ولهم نخيل ولهم أهل المدينة بجوار الأوس والخزرج، وكانوا 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة عاهدهم، عاهدوه على أنهم يكفون أيديهم عن المسلمين وأنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين، فكتبوا بهذا عهدا، ثم إنهم خانوا العهد. طبيعة اليهود الخيانة، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، دائما مع الأنبياء من قبل يخونون، طبيعتهم الخيانة. فخانت بنو قينقاع بعد وقعة بدر، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم عن المدينة. وبعد وقعة أحد خان بنو النضير، خان بنو النضير، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، استسلموا على أن يتركوا المدينة، فحملوا معهم ما يستطيعون حمله، وذهبوا بعضهم إلى خيبر عند يهود خيبر، وبعضهم ذهب إلى الشام، إلى أذرعات بلاد الشام. وفيها أنزل الله سورة الحشر في غزوة بني النضير. وبعد غزوة الخندق خانت بنو قريظة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على
على أن يحكم بينهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بينهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، انتهى أمرهم والحمد لله. وأما غزوة خيبر، هذه الأخيرة مع اليهود، غزوة خيبر فكانت بعد صلح الحديبية، بين صلح الحديبية وفتح مكة، وبها انتهى أمر اليهود. نعم. وفي ربيعين الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه. الزهري رحمه الله من أئمة التابعين، وهو محمد بن شهاب الزهري شور، ولكنه غلط في هذا، أو أنه غلط عليه، نسب إليه شيء لم يقله في هذه الغزوة. نعم. وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، أن غزوة بني النضير بعد أحد. نعم. والتي بعد بدر قينقاع. أي نعم، التي بعد بدر غزوة بني قينقاع. نعم. وقريضة بعد الخندق. وكان أهل بنو قينقاع أهل ذهب وأهل صياغة، يصيغون الحلي وأهل صناعة. نعم. وقريضة بعد الخندق، بعد غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق كانت غزوة بني قريظة. نعم. وخيبر بعد الحديبية. نعم. فله مع اليهود أربع غزوات هذه. نعم. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاح في جمادى الأولى، وهي غزوة نجد. غزوة ذات الرقاع قبل نجد، غزا غطفان من قبائل نجد، وتسمى ذات الرقاع لأنهم أصابهم الحفا والشوك، فصاروا يلفون الرقاع على أرجلهم والخرق رضي الله عنهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. نعم. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جمادى الأولى، وهي غزوة نجد، يريد قوما من غطفان، وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف. نزلت عليه صلاة الخوف لما تقابلوا، قال المشركون إن لهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، فنهجم عليهم وقت الصلاة، فأنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فصلى بهم صلاة الخوف، والمشركون ينظرون إليهم، فتعجبوا من هذا النظام الدقيق في صلاة الخوف. وهكذا دين الإسلام، دين الحيطة والحذر، ولا يتعارض مع العبادة، إن الإنسان يأخذ حذره، ولا مانع من أخذ الحذر وحمل السلاح وهو يصلي. فعجبهم يعني نظام صلاة الخوف. نعم. وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة في تاريخ هذه الغزوة، وهو مشكل. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، عسفان بعسفان. نعم، هكذا ظن بعضهم أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، والصواب أنها أول صلاة صلاها في عسفان قريب من مكة، غزوة في عسفان قريب من مكة، ثم صلاها أيضا في ذات الرقاع مرة ثانية. نعم. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما في حديث صححه الترمذي، وقد صح أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد عسفان، ولا خلاف أن عسفان بعد الخندق،
ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى حضراها، فلما كان شعبان أو في ذي القعدة خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان، فانتهى إلى بدر وأقام ينتظر المشركين، لأن أبا سفيان لما رجع من بدر مهزوما توعد المسلمين وقال موعدكم بدر في العام القادم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استعد لهذا الموعد، خرج بأصحابه فنزلوا في بدر مكان الغزوة السابقة ينتظرون الموعد. المشركون خرجوا بجيوشهم وفي 2000 مقاتل والفرسان، ولكن لما خرجوا من مكة بمسافة يسيرة قال أبو سفيان هو قائدهم، قال هذا العام عام جدب ولا استطاعة لنا بالمضي، فرجعوا إلى مكة. نعم. فلما كان شعبان أو في ذي القعدة خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان، فانتهى إلى بدر وأقام ينتظر المشركين، وخرجوا حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا العام عام جذب. نعم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع 5 إلى دومة الجندل. دومة الجندل في الجوف، الجوف فيها النصارى، هي لوكيدر وجماعته. نعم. فهجم على ماشيتهم وجاء الخبر اليهود، وجاء الخبر اليهود في دومة فتفرقوا. نعم. ثم بعث بريدة الأسلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وهو الماء. نعم. واصطفوا للقتال وتراموا ساعة، ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. نعم. وفيها سقط عقد لعائشة. نعم. وفيها سقط عقد لعائشة فاحتبسوا في طلبه، فنزلت آية التيمم في الحديث الذي رواه الطبراني أن أبا بكر الصديق قال يا بني في كل سفر تكونين علينا عناء. نعم. غزا الرسول صلى الله عليه وسلم بني المصطلق على ماء يقال له المريسيع، فانتهى الأمر بانتصار المسلمين وغنموا منهم الأموال، وفي أثناء رجوعهم نزلوا وكانت معه عائشة رضي الله عنها، لأن القرعة قد أصابتها، لأنه كان يقرع بين نسائه حينما يريد السفر، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، خرجت لعائشة فسافر بها، ولكنها في هذا المنزل فقدت عقدا لها، فتأخروا يلتمسونه وليس معهم ماء، ليس معهم ما يتوضؤون، فأنزل الله آية التيمم بدل الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكانت هذه الحادثة سببا لتشريع التيمم والتيسير على المسلمين. نعم. وفي الحديث الذي رواه الطبراني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا بني في كل سفر تكونين علينا عناء. نعم. في السفر الثاني أيضا بعدها بسنة أيضا فقدت العقد وما جلسوهم، هي راحت يعني ذهبت لحاجتها في الليل ونسيت العقد ولا تدري وينه، فذهبت تلتمسه
ذهبت تلتمسه. هم رحلوا الإبل وحملوا وجاءوا على الهودج وحملوا هودج عائشة حملوا على البعير على أنها فيه، أنها كانت خفيفة وظنوا أنها فيه فحملوا على البعير ومشوا. هي لما جاءت وجدتهم قد رحلوا، فمن حنكتها رضي الله عنها أنها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، بقيت في المكان الذي باتت فيه لأنهم سيعودون إليها، فلو راحت هنا أو هنا فقدوها ولم يجدوها، فهي بقيت في المكان حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه متأخرا عن الجيش فرأى السواد في الليل، فجاء ينظر ما هو هذا في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآها عائشة استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت على استرجاعه فأناخ البعير ووطئ على يد البعير وركبت وقاد بها البعير ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك تكلم المنافقون واتهموها بأنها على موعد مع هذا الرجل، وحصل حادث الإفك، حصل حادث الإفك، وحصل من الكرب عليها وعلى أبيها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكلام ما حصل. لكن المؤمنون ما أثر عليهم ذلك، ولا شكوا في عائشة، ما شكوا في عائشة أبدا، ولم تؤثر عليهم هذه الشائعة، إلا نفرا يسيرا من المسلمين أثر عليهم فتكلموا بالقذف. فلما أنزل الله براءة عائشة في سورة النور أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على 3 من المسلمين، وترك المنافقين ولم يقم عليهم الحد لأنهم ليس لهم إيمان، الحد إنما يقام على المؤمن وهؤلاء ليس فيهم إيمان، والحد طهرة، هؤلاء لا يطهرهم الحد، في الدرك الأسفل من النار. وقيل ترك إقامة الحد عليهم لأن لهم قبائل ويخشى من أن يحصل ضرر أكثر من قبائلهم أتركهم. هذه حادثة الإفك. نعم. فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهذا يدل على أن التيمم بعد هذه القصة، لكن قصة الإفك بسبب فقد العقد، بسبب فقد العقد، فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، يعني إنها قصتين كلها فقدت عائشة عقدها في القصة الأولى وفي القصة الأخيرة التي حدث فيها الإفك. نعم. وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، إلى أن قال: فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا. لما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه، شاور أصحابه ماذا يصنع، فأشار عليه علي رضي الله عنه بفراقها دفعا للشك وكلام الناس، وأشار من الآخرون عليه بإبقائها وعدم الالتفات لهذه الشائعة، ولكن بقي المسلمين على أثر هذه الشائعة، بقي عليهم الشدة والكرب، لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة وعلى أبي بكر الصديق. نعم. وأما المؤمنون الصادقون إنهم لما سمعوا قالوا: سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذه مقالة المؤمنين، سبحانك، ينزهون الله عن ذلك، لأنه لا يمكن
لا يمكن ولا يليق بالله أن يجعل زوجة نبيه خائنة في فراشه أبدا، ما يمكن هذا، ولذلك نزه الله عن ذلك سبحانك. هذا بهتان عظيم، هكذا قال المؤمنون. نعم. وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة إلى أن قال فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصدق، إلى أن قال يعني ابن القيم في زاد المعاد، إلى أن قال الكلمة هذه للشيخ محمد بن عبد الوهاب المختصر. نعم. فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك. نعم. ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه بكلام الناس. نعم. وأشار أسامة بإمساكها لما علم أسامة بن زيد رضي الله عنه، أشار على الرسول بإمساكها وألا يطلقها. نعم. وأشار أسامة بإمساكها لما أو لما علم من لما حب لما علم لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها. نعم. ولما علم من عفتها وديانتها، ما تؤثر عليه الشائعات. نعم. وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي قالها أهل الإفك. هذه يعني واضحة الكذب، لأن صفوان رضي الله عنه وجد امرأة منقطعة في الطريق وفي الليل، هل يتركها؟ هذه قضية إنقاذ، لا سيما وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يذهب ويتركها؟ من يقول هذا؟ إنسان فيه إيمان أو فيه مروءة ما يقول هذا أحد، هذه إنقاذ. نعم. ولما علم من عفتها وديانتها وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي قالها أهل الإفك، كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. وتأمل ما في تسبيحهم في هذا المقام سبحانك، كيف يقولون سبحانك؟ يعني لأن هذا لا يليق بالله عز وجل أن يجعل زوجة نبيه خائنة. نعم. وتأمل ما في تسبيحهم في هذا المقام من المعرفة بالله وتنزيهه أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة. نعم. فإن قيل ولهذا قال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه براءة عائشة رضي الله عنها أنها طيبة زوجة الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يجعل مع الطيب امرأة خبيثة أبدا، إنما يجعل الخبيثة مع الخبيث. نعم. هذه حكمة الله جل وعلا. نعم. فإن قيل فما باله صلى الله عليه وسلم توقف وسأل، قيل ليدفع الريبة، توقف وسأل له ما عندي شك، لكن ليدفع الريبة ويدفع هذا الكلام. نعم. قيل هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين، واقتضى تمام الامتحان لأن حبس الوحي عن نبيه شهرا لتظهر حكمته على أكمل الوجوه. نعم. ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا وتظهر سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها وتتم نعمة الله عليهم. نعم. هذا ابتلاء وامتحان وخذلان للمنافقين، ابتلاء وامتحان للمؤمنين ليصبروا وليثبت إيمانهم ولم يهتزوا لهذه الشائعة أبدا، وليظهر نفاق المنافقين حتى يحذرهم المسلمون وليخزيهم الله عز وجل، فأخزاهم الله في النهاية. نعم.
ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها، لأنها صبرت رضي الله عنها وانتظرت الفرج، صبرت وانتظرت الفرج حتى جاء الله بالفرج. نعم. ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها، وتتم نعمة الله عليها. أبويها أبو بكر وأم رومان، أم رومان زوجة أبي بكر. نعم. وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له. نعم. والرجاء له. نعم. ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. تقول رضي الله عنها: أنا ما توقعت أنه سينزل في قرآن، أنا ظننت أنه سيأتي للرسول رؤيا يراها، ما توقعت أن الله سيتكلم في شأني. نعم. ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. نعم. ولهذا وفت هذا المقام حقه، ولو أطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم وأضعافها وأضعاف أضعافها. الله مدد هذه المحنة شهرا كاملا، مددها من أجل أن تنضج القضية، يرسخ إيمان المؤمنين ويحصل منهم الصبر، ويظهر نفاق المنافقين الذين يظهرون الإيمان وهم كاذبون، أظهر الله كذبهم وفضحهم. نعم. وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته، وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء. إيه، اللي رد عنها من هو؟ الله جل وعلا. والذي رد عن عائشة، ما رد عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رد عنها الصحابة، الذي رد عليها هو الله من فوق سبع سماوات. نعم. وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسول فيه عمل. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي. نعم. وأيضا فإن المقصود بالأذى فلا يليق، فإنه المقصود بالأذى فلا يليق أن يشهد ببراءتها. الرسول هو المقصود بالأذى، هم ما قصدوا عائشة، يقصدون الرسول والطعن في رسالته، هذا قصدهم، وأذية الرسول. الرسول ما برأها من نفسه، ما برأها من نفسه، وهو يعلم براءتها، ولكن الله أراد أن يبرئها هو سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فإنه المقصود بالأذى فلا يليق أن يشهد ببراءتها، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال ثباته وصبره ورفقه وفى مقام الصبر حقه. نعم. ولما جاء الوحي حد من صرح بالإفك إلا ابن أبي، حد من صرح بالإفك ممن تكلموا فيه من المؤمنين، وهم ثلاثة، رجلان وامرأة، فقام عليهم حد القذف. نعم. ولما جاء الوحي حد من صرح بالإفك إلا ابن أبي مع أنه رأس الإفك. نعم. فقيل لأن الحدود كفارة، وهذا ليس كذلك. نعم. وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه عن الحد، وقيل الحد لم يثبت عليه ببينة، فإنه إنما يذكره. يعني لماذا الرسول حد هؤلاء النفر الثلاثة ولم يحد المنافقين؟ لأن هؤلاء ثلاثة مؤمنون والحد يطهرهم، أما هذا منافق في الدرك الأسفل من النار ولا يطهره الحد. نعم. وقيل الحد لم يثبت عليه ببينة، فإنه إنما يذكره بين أصحابه. أيضا هو لم يظهر هذا، إنما كان يسره بين أصحابه ويفشيه بين أصحابه، ولا يظهر به ظاهرا ويتكلم به ظاهرا لنفاقه قبحه الله. نعم. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل
إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف. وقيل هذا من الإجابات أن حد القذف للمخلوق، وهي ما طالبت بأن يقام الحد على هؤلاء. نعم. وقيل تركه لمصلحة أعظم من إقامته، وهي درء المفاسد، لأن لهم قبيلة ولهم ناس. نعم. بدليل وقيل تركه لمصلحته لمصلحة أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه. ترك قتله مع أنه يصرح بالنفاق، لما قيل له صلى الله عليه وسلم لما لا تقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. وقيل تركه لمصلحة أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام. نعم. ولعله تركه لهذه الوجوه كلها، تركه لهذه الوجوه كلها. نعم. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في هذه الغزوة تكلم ابن أبي لأنه حصل وقعة أو واقعة بين فتيان من الأنصار ومن المهاجرين، حصل اقتتال أو تناوش بينهم، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطفأ هذه الفتنة بين المهاجرين والأنصار. فماذا كان من الخبيث عبد الله بن أبي؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قيل في المثل سم من كلبك يأكلك، هكذا يقول قبحه الله. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهو نفسه الأذل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك ابنه وكان رجلا صالحا يقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله دعني أقتله، قال لا لا تقتله، قال دعني أتيك برأسه، ما أريد أن أحد يقتله غيري. فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة وقف ابنه بالسيف مسلولا وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعه يدخل، فتركه ودخل. نعم. فصل في غزوة الخندق. نعم. وهي سنة 50 في شوال. نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقول إن هذه الأمة إنها في ضعف في هذه الأيام ولا تستطيع الجهاد، ولكن هذا ألا يعارض قول الله سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ هذا إذا التقوا يا أخي، هذا إذا التقوا، إذا التقوا إنهم لا يفرون وإن كانوا قليلين، لكن قبل اللقاء وهم ضعاف لا يغزون ولا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوم طالوت لطالوت لما جاوزوا الماء وكانوا قليل فشربوا منه إلا قليلا منه، فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين آمنوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا التقى الجمعان المسلمون لا يفرون وإن كانوا قليلين، لكن قبل اللقاء
إذا كانوا ضعافا فإنهم لا يخرجون. نعم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت رئيسهم، قتله داود عليه السلام، فحصل الفئة القليلة حصل لهم النصر لما ثبتوا حصل لهم النصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر في المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة الأسلمي إلى بني المصطلق، فهل قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة بنفسه؟ غزوتان. الغزوة الأخيرة هي اللي حصل فيها حادث الإفك، وأما التي قبلها فلم يحصل فيها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بكلمة عقد سقط لعائشة؟ العقد هو الحلي اللي تلبسه في رقبتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون السبي وهل يتزوج هذه المسبية ويعقد عليها؟ يقول كيف يكون السبي وهل يتزوج هذه المسبية؟ السبي الغنيمة إذا كان مع المشركين أطفال ونساء لا يقتلون ولكن يسبون ويكونون أرقة للمسلمين، أرقة، فمن وقعت في سهمه امرأة منهم تكون ملكه، ملك يمين، تسرى بها بدون عقد، يتسرى بها، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، يتسرى بها. نعم. لكن لا بد من استبرائها، ما يتسرى بها حتى يستبرئها لئلا يكون فيها حمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال المؤلف رحمه الله وجاء الخبر اليهود في دومة فتفرقوا، وفي نسخة ففرقوا، فهل هناك فرق بينهما؟ إيه، هناك فرق. فرقوا يعني خافوا، تفرقوا يعني تفرقوا بأبدانهم وتقطعوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والتفرق نتيجة للفرق، نتيجة للخوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في صفة صلاة الخوف، وهل تصلى هذه الصلاة في الحضر؟ صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات كما قال الإمام أحمد، كلها جائزة، وهي منزلة على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال، في كل مرة يصلي صلاة مناسبة للحال، وكلها جائزة والحمد لله. وأما في الحضر فلا تصلى مثل ما هي في السفر، بل تخفف أركانها وواجباتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نرى في هذه الأيام بعض الطيبين قد تزوجوا ببعض الخبيثات أو بالعكس. يقول نرى في هذه الأيام بعض الطيبين قد تزوج بعض الخبيثات أو بالعكس. ما يمكن هذا، ما يمكن إن شاء الله. خبيثات يعني الزواني، ما يمكن مسلم تزوج بزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يصح العقد عليها إلا إذا تابت، إذا تابت من الزنا وخرجت من العدة يعقد عليها، أما ما دامت ما تابت من الزنا فلا يصح ولا يجوز العقد عليها، باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يقول هل تدل هذه، يقول هل هذه الآية في وقتنا الحاضر تدل أيضا
على أن سب عائشة قد يكون فيه خير لنا؟ فيه خير للمسلمين، لأن المسلمين لا يشكون في ذلك ويثبتون، واللي عندهم نفاق يظهر نفاقهم وقلة إيمانه. الله يبتلي عباده ما في شك في كل وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم. وهؤلاء الذين يسبون عائشة هم ورثة المنافقين، هم ورثة ابن أبي، يدعون الإسلام وهم كذبة منافقون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول أنه قال لأبيه عند مدخل المدينة: والله لا تدخل حتى تقول إنك أنت الأذل والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز؟ راجع يا أخي، راجع كتب التفسير وكتب المغازي وتشوف بنفسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يرمي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفاحشة يكون كافرا؟ بلا شك، لأنه مكذب لله. الذي يرمي عائشة بما برأها الله منه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فهو كافر بلا شك في كفره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدل ما ذكر في الدرس على أن الكافر لا يقام عليه الحد لأن الحد طهرة والحد لا يطهرهم الكفار؟ هذا من الأجوبة، لكن الله أعلم. أن الراجح أن ابن أبي له قبيلة، ولو أقام عليه الحد ثارت قبيلته فحصل مفسدة أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين عدم إقامة الحد على المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وبين ترك إقامة الحد على المستهزئ بالله ورسوله حتى لا يقال إن المسلمين يقتلون أصحابهم؟ لا، ما يجوز هذا، لابد من القتل، لابد من قتل من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا علينا من كلام الكفار والمنافقين، لابد من تطبيق الحكم الشرعي، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين جهاد الدفع وبين دفع الصائل؟ الصائل قد يكون مسلما، قد يكون الصائل مسلما، وجهاد الدفع هذا الكفار إذا حاصروا بلد المسلمين، حاصروا بلد المسلمين، وقد يكونون من البغاة ليسوا كفارا أيضا فيدافعون ولو كانوا مسلمين، يسمى هذا حرب البغاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في فعل الخير كما يروى عن أبي موسى الأشعري في عهد عمر بن الخطاب؟ ما يجوز الاستعانة بالجن والغائبين والأموات، لا يجوز هذا، هذا يفتح باب الشرك، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضوابط الشرعية لقنوت النوازل؟ الضوابط الشرعية إذا صدرت فتوى من الجهة المختصة بقنوت يقنتون، لأن الجهة المختصة هي المسؤولة عن النظر في هذه الأمور وتنزيل الأمور منازلها، وهل يستحق هذه الواقعة، تستحق القنوت أو ما تستحق، لأن الصلاة ما يحط فيها شيء ولا يجعل فيها شيء إلا بعد النظر الشرعي، أو كل يدخل في الصلاة من عنده، لازم من النظر الشرعي في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الروايات الواردة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل لم يذكر فيها أنه قد بدأ بالحمد أو صلى في آخره، يقول: فهل يصلى ويحمد في ذلك الدعاء؟ من العمومات، يؤخذ هذا من العمومات أن الدعاء يبدأ بحمد الله ويختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لفظ صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أم بجميع الرسل؟ بجميع الرسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي زوجة وعندي 5 أطفال منها صغار، وأكره بعض تصرفاتها، يقول: فهل تنصحني يا فضيلة الشيخ بأن أطلقها أم بماذا تنصحني؟ إن كانت صفاتها اللي تنتقدها في دينها فإنك تنصحها، فإن تركتها وإلا طلقها. أما إذا كانت صفاتها في غير دينها، خلقها أو في تسرعها أو في، اصبر عليها ولا تطلقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة بالسن وقد اعتادت عند سماع الأذان أن تقول هذه العبارة دائما: حي هالصوت يا بعد كل صوت، اللهم هون علي سكرات الموت، وتسأل هذه المرأة عن هذا الدعاء، هل هو مشروع وهل تستمر فيه؟ ما هو مشروع. إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد الأذان يدعو بالدعاء الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه حدث أكبر ونوى رفعه، فدخل في بركة وعمم جسمه بالماء مع المضمضة، من كان عليه حدث أكبر ونوى رفعه فدخل في بركة ماء وعمم جسمه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهل يرتفع حدثه بهذا؟ إن كان الماء قليلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب أن ينغمس في الماء، أما إذا كان الماء كثيرا يعني غدير كبير أو جابية كبيرة أو ماء مستبحر فلا بأس ويرتفع. نعم. أو غمس نفسه في البحر يرتفع مع النية إذا نوى. نعم. هذا يتبع قلة الماء وكثرة الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الأوقات أصلي النافلة والسنن الرواتب وأنا في السيارة، فما حكم فعلي هذا؟ في بعض الأوقات أصلي النافلة والسنن الرواتب وأنا في السيارة، فما حكم فعلي هذا؟ لا، الرواتب مثل الفريضة، تصليها في غير حالة الركوب. أما صلاة الليل هي اللي تصلى على الراحلة أو على المركوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصيام عن الميت الذي مات وعليه قضاء من رمضان؟ إن كان مفرطا ودخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ومات يقضى عنه، وأما إذا لم يكن مفرطا مات يعني ما مداه يقضي بين الرمضانين فهو معذور، ما عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفازلين والأدهان تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء؟ لا، ما تمنع، ما يمنع إلا الشيء الذي له جرم يتجمد على الجلد، هذا هو اللي يمنع، أما مجرد الدهن هذا لا يمنع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أخرت صلاة العصر إلى آخر الوقت فجاءها الحيض قبل أن تصلي، فهل تقضي الصلاة بعد ذلك؟ امرأة أخرت صلاة العصر إلى آخر الوقت فجاءها الحيض قبل أن تصلي، فهل تقضي الصلاة بعد طهرها؟ لا، لأنها في وقت موسع لها التأخير ما دامت داخل الوقت، ليس عليها قضاء واجب، لكن لو قضت من باب الاحتياط كن أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت أن الشروط لقبول العبادة أنها 3: التوحيد والإخلاص والمتابعة، فهل صحيح أنها 3 أو أنه الإخلاص؟ إيش أعيد السؤال؟ قرأت أن الشروط لقبول العبادة أنها 3: التوحيد والإخلاص. يا أخي، التوحيد والإخلاص شيء واحد، والمتابعة هي الثانية، تكلفت نفسك ما لا تطيق. المتابعة، الإخلاص والتوحيد شيء واحد،
نعم. كل يقول الإنسان أحد إن كاتب كذا نبه، لا غلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا ليس عندي وظيفة، فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة فأشتري بها عطرا وأتاجر فيه؟ أنا ليس عندي وظيفة، فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة فأشتري بها عطرا وأتاجر فيه؟ تأخذ من الزكاة للنفقة، إذا كان ما عندك ما يكفي للنفقة تأخذ من الزكاة، أما تأخذ الزكاة لتتاجر بها لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن نصلي خلف إمام على الشرك؟ يقول هل يجوز أن نصلي إماما أن نصلي خلف إمام على الشرك ولكن لا نعرف حالته بالضبط؟ كيف تقول على الشرك تقول ما تعرف حالته بالضبط؟ إذا تأكدت أنه على الشرك لا تصلي خلفه، أما إذا لم تتأكد مجرد ظنون الأصل في المسلم الخير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يلزم من صدم رجلا بالسيارة فمات الرجل بهذا الحادث؟ ماذا يروح للمحكمة تحقق في الموضوع عن سبب الحادث وتحقق المحكمة في الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نحرك الأصبع عند التشهد وهل ورد دليل بذلك؟ نعم، تحريك الأصبع عند التشهد هذا إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك كلمة منتشرة عند كثير من الناس وهي أنه إذا حدث مشكلة أنهم يقولون بكرة يحلها ألف حلال، يقول هل هذه الكلمة بكرة؟ نعم. أوضح الحين ألف حلال يكفي حلال واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، من المبالغة. نعم. فضيلة الشيخ وإذا ليش يؤخرها البكرة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة في غرفة فيها صور؟ يكره ذلك، وإذا كانت الصورة أمامه هذا يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة المرأة المطلقة من زوجها ثلاثا؟ عدة المرأة المطلقة، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار على الخلاف، لا بد من ثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ، والآية عامة للمطلقة ثلاثا والمطلقة رجعية عامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أراد العمرة ولما وصل الميقات نوى أن يعتمر ونوى العمرة عن ابنه الصغير الذي كان معه أيضا وقد أتم عمرته كاملة، إلا أنه لم يكمل العمرة عن ابنه حيث أبقاه في الشقة، فهل عليه شيء؟ يعني أنه أحرم هو لنفسه ونوى الإحرام عن الصغير، ما هو بنوى العمرة، نوى الإحرام عن الصغير. الصغير إن كان يميز فهو الذي ينوي عن نفسه، أما إن كان ما يميز صغير دون التمييز فهو ينوي عنه الإحرام ويجنبه محظورات الإحرام ويطوف به ويسعى به ويقصر من رأسه أعمال العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل توفيت والدتي رحمها الله قبل أيام متأثرة بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، حيث انتشر في صدرها ورئتها، فهل تعتبر بذلك شهيدة؟ الله أعلم، نحن لا نجزم بالشهادة إلا بدليل، لكن نرجو للمؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز التصويت في الانتخابات القائمة على الديمقراطية والقوانين الوضعية؟ هذا ليس من عمل المسلمين، عمل المسلمين أن أهل الحل والعقد يبايعون
من يصلح للإمامة تنعقد بذلك ولايته، والناس تبع لهم، الناس تبع لأهل الحل والعقد من العلماء والقادة، ما هو كل واحد لازم يبايع وينتخب، هذا نظام غربي ما هو نظام إسلامي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت أقبض ثمن إيجار بيت لي إذا كنت أقبض ثمن إيجار بيت لي نهاية كل سنة، فهل أزكيه فور قبضه أم أنتظر به حولا؟ إذا تمت السنة على العقد، عقد الإيجار، وجبت الزكاة، يبدأ الحول من العقد، عقد الإيجار، إذا تمت السنة تزكيه. نعم. ويقول حفظك الله، إذا كنت أقبض نصف الثمن في نصف العام وفي نهاية العام أقبض الباقي، فهل علي زكاة في هذا الأمر؟ إذا بقي عندك النصف الأول إلى تمام السنة تضيفه إلى النصف الثاني وتزكي الجميع، وإن أنفقته قبل تمام السنة فليس به شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خرج من المدينة المنورة، يقول وهو يريد العمرة لكنه لم يحرم من الميقات، بل ذهب إلى ميقات أهل نجد وأحرم من هناك، فهل عليه شيء؟ نعم، عليه فدية، عمرته صحيحة لكن عليه فدية لأنه ترك الميقات الذي أمر أن يحرم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يمشي في صلاته ليقرب إلى السترة؟ لا، ما يمشي علشان السترة، لكن إذا رأى فرجة أمامه ولا سدها أحد ومشى يسدها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صامت قضاء رمضان، فهل يجوز لها أن تفطر في أثناء اليوم من أجل الجلوس مع زوجها؟ امرأة صامت قضاء رمضان. لا، القضاء والأداء كل صوم واجب والكفارة إذا دخل فيها يجب إتمام اليوم، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، يكمل اليوم. نعم. أما النافلة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء للشيء الممكن، أما التمني فهو للمستحيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا اجتمعت عقيقة عندي مع الأضحية فهل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟ كل واحدة عبادة مستقلة، ما تكفي واحدة عن الأخرى، الأضحية لها شأن والعقيقة لها شأن، السبب مختلف، السبب مختلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل قومي من الإسماعيلية الباطنية وأريد أن أغشى مجالسهم لأجل دعوتهم إلى التوحيد، فهل يجوز أن أسلم عليهم لأنها لا تحصل الدعوة إلا بذلك؟ تقول السلام على من اتبع الهدى، تسلم على من يتبع الهدى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه السلام وهارون قال السلام والسلام على من اتبع الهدى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب لملوك الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق بأن الكحل زينة للرجال، فهل إذا تزين الرجل بشيء من الأدهنة المبيضة للبشرة لأجل الزينة هذا للنساء، تبيض البشرة هذا للنساء، أما الكحل فهو للرجال وللنساء، وعلاج أيضا يحتاجه الرجل والمرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى قطعة أرض ودفع العربون لكنها لم تفرغ باسمه إلى الآن ولم يدفع كامل القيمة، فهل يجوز له أن يبيعها على شخص آخر ويحوله على البائع الأول ليفرغها باسمه؟ ما يتوثق العقد ولا يكتب صك،
إلا بناء على صك ناجز، ما يصلح هذا. لا اصبر لما تكمل يخرج الصك باسمك ثم تبيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء واقتناء هذه الحيوانات وتربيتها في البيوت، النمور والأسود؟ لا يجوز. السباع ما يجوز، والكلاب ما يجوز إدخالها في البيوت. نعم. والأفاعي يقول أزيل لك علشان تلدغ، تبيب الأفاعي. نعم. يقول والقرود؟ ولا القرود، كل مالك منها مصلحة هذه كلها، ونجسة أيضا. نعم. وأخيرا حفظك الله، الببغاء يقول. نعم. الببغاء طيور؟ نعم. لا الطيور لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم حفظكم الله أن الحق واحد لا يتعدد، كيف يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد صوب كلا الفريقين اللذين أمرهم بالصلاة في بني قريظة؟ هذا اجتهاد يا أخي، هذا اجتهاد. الرسول صوب الاجتهاد في هذا، كل واحد منهم أخذ بالاحتمال، فهو اجتهاد. هذا في دليل على جواز الاجتهاد المبني على احتمال من الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صلاة العيد على الصحيح؟ شيخ الإسلام يرى أنها فرض عين، ولكن الجمهور على أنها فرض كفاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يزهد في صلاة الاستسقاء ويقول كيف نستسقي ونحن ما زلنا على الذنوب؟ أعوذ بالله، هذا أشد من الذنوب، هذا قنوط من رحمة الله. تدعو الله لو أنك على ذنوب يا أخي، تدعو الله لو أنك على ذنوب، ما تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلاة الاستسقاء استغفار يا أخي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قل نوح عليه السلام لقومه، وهود يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. صلاة الكسوف توبة، صلاة الاستسقاء توبة استغفار، ولا تقنط من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقرأ ورده في السيارة ومر بآية سجدة، فهل له أن يسجد إيماء؟ نعم يسجد بالإيماء لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه جنابة وبه بعض الكسور التي عليها جبس، فهل يتيمم ويكفيه ذلك؟ يمسح على الجبائر واللصوقات يكفي عن التيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المنصة التي تجلس عليها العروس يوم عرسها، هل في ذلك الفعل تشبه بالكفار؟ إذا كان ما عندها إلا نساء الأمر سهل، أما إذا كانت تجلس ويجي الزوج ويجلس معها أمام النساء هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح هذه النسبة للإمام مالك رحمه الله أنه قال إنه يجوز القضاء على ثلث الناس لإصلاح الثلثين؟ هذه مسألة عند المالكية، يعني إذا حصل يعني في السفينة أو في مركب في البحر خطر عظيم، لو ما فعلوا هذا بيهلكون جميعا، هذه مسألة عند المالكية، يجوز إتلاف الثلث لبقاء الثلثين. وربما يستدلون بقصة يونس عليه السلام، قصة يونس ألقوه في البحر لما خافوا من الغرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قول بعض الناس عند الاستشهاد بآيات القرآن، يقول قال الله حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم. أي نعم لا بأس، الله يحكي قول نوح عليه السلام ويحكي قول فرعون ويحكي
حكاية واسعة. نعم. كذلك حفظك الله يقول: وقول آخرين قال الله على لسان نبيه نوح وقلت استغفروا ربكم إلى آخره. لا بس هو حكاية نفس الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أنا رجل متزوج وزوجتي قد طلبت مني أن آتي لها بتلفاز، فهل يجوز لي أن أحضره لها؟ إيش؟ يقول: أنا متزوج وزوجتي قد طلبت مني أن آتي لها بتلفاز، فهل يجوز أن أحضره لها؟ ليس هذا من مصلحتها، ليس هو من مصلحتها، لأن التلفاز يستعمل للشر في الغالب، والنساء ما هي تريد الخير، تريد الشيء اللي فيه غنى وفيه أغاني وفيه، فأنت لا تمكنها من ذلك. انصحها وبين لها أن هذا خطر وهذا فيه فتح باب للشر، فيه قنوات هابطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أحرمت للعمرة. نعم. امرأة أحرمت بالعمرة وبعد دخولها مكة حاضت، فغادرت مكة بعد الإحرام بيومين ولم تطهر بعد، فماذا عليها؟ عليها أنها إذا انتهى الحيض واغتسلت ترجع لمكة وتؤدي العمرة، تؤدي العمرة، لأنها ما زالت محرمة ولا تخرج من الإحرام إلا بأداء المناسك، ترجع وتؤدي المناسك وتتحلل. نعم. يجتنبها زوجها، يجتنبها زوجها حتى تؤدي العمرة لأنها محرمة. نعم. يقول حفظك الله: وهل إذا قالت عند إحرامها إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ الحيض ليس حابسا، الحيض شيء معتاد، ما هو بحابس، شيء معتاد ومعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة ما قال لها هذا حابس، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستسقاء منفردا، خاصة إذا كنت مرتبطا بعمل؟ هل يجوز أن أصلي صلاة الاستسقاء منفردا، خاصة إذا كنت مرتبطا بالعمل؟ من فاتته صلاة الاستسقاء يقضيها على صفتها، أما من لم تفته فيذهب يصلي مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يحل للحاج أو المحرم أن يضع حزاما حول خصره أم لا؟ أن يضع حزاما؟ لا بس، يضع حزام لحاجته ونفقته وحوائجه، يضعها فيه، وأيضا يضبط له الإحرام ما يسقط، لا بس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: عندي مال وعلي ديون تستغرق هذا المال، ولكن أؤخر السداد لظروف، فهل إذا حال على الأموال التي عندي، إذا حال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ نعم، ما دام المال عندك وحال عليها الحول تجب فيه الزكاة، أما لو سددت قبل الحول فلا عليك زكاة، لكن لا تم الحول وجبت الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: حججنا قبل سنوات وقد استأجرت لنا الحملة سكنا بالعزيزية ولم نبت بمنى أيام التشريق، فماذا علينا الآن؟ إذا كانت الحملة ما وجدت لكم مكان في منى، ما وجدت مكان، فأنتم معذورون. أما إذا كانت تبي العزيزية أرخص لها ولا راحت تبحث في منى، فأنتم المخطئون. لماذا لم تشترطوا عليها أنها تكمل لكم مناسك الحج؟ يكون على كل واحد فدية، لأنكم مفرطون في هذا. نعم. حتى لو أن الحملة ما أدتكم منها، يروح يمشي النشيط والقادر، يروح يمشي ولو يجلس في منها على رصيفة أو على شيء، يعني معظم الليل يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ركعتا الطواف هل هي سنة أم واجبة؟ لا، الجمهور على أنها سنة واجب عند الظاهرية، لكن الجمهور على أنها سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع الزكاة لمن يحتاج إلى عملية جراحية ولا يستطيع ذلك؟ نعم، إذا كان لا يستطيع ذلك
فهو محتاج تدفع له الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تعطرت ناسيا بعد الإحرام على يدي وعلى وجهي ثم غسلته بعد ذلك بدقائق، فهل علي شيء؟ لا، ما عليك، ما دام ناسي ما عليك شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نويت أن أؤجر بيتا لي ومضى عليه سنة ولم يؤجر بعد، فهل علي زكاة في ذلك؟ إذا نويته للإيجار، مع يعني ما عقد الإيجار، مجرد نية فقط، لا ما في شيء. هذا إذا نوى بيعه، إذا نوى بيعه يبدأ الحول من النية، أما الآجار ما دام ما أجره ما صار شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي عم يتصدر المجالس ويصعد المنبر، ولكن كثيرا ما يستهزئ بأهل السنة في خطبه وهو مسبل لثيابه، وقد نصحته وهو يحضر الاحتفالات المبتدعة، يقول فما نصيحتكم في ذلك وما موقفي منه؟ نصيحة تنصحه، وإذا لم يمتثل فأنك تنصح المأمومين، قلت ترى هذا ما يصلح للإمامة، هذا كذا وذا كذا، تنصح المأمومين. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.